بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فأهلا بكم في اللقاء السادس من دورة الإعداد في تعلم النحو العربي. واليوم إن شاء الله سندرس درسا جديدا، وهو أسماء الإشارة. طيب، أسماء الإشارة من الدروس التي ربما يعني نستسهلها، لكن يعني لابد أن احنا نحيط به علما ونعرف أسماء الإشارة، تعريف أسماء الإشارة، أقسام أسماء الإشارة، إعراب أسماء الإشارة، الملحقات التي تلحق بأسماء الإشارة. كل هذا لابد أن نعلمه، وإن شاء الله نتعلمه في هذه المحاضرة. طيب، ما هي أسماء الإشارة؟ بادئة ببدء، ما هي أسماء الإشارة؟ كلمة الإشارة يعني في اللغة، عندما نقول أنا أشير إلى شخص، فما المقصود بهذا؟ عندما أقول لك انظر هنا وأفعل هكذا بإشارة، جيد، فمعنى هذا أنني أريدك أن تنظر أو تنتبه إلى شيء، لكن باستخدام واسطة. باستخدام ماذا؟ واسطة. هذه الواسطة ربما تكون إشارة أو لفظ حس، جيد. أسماء الإشارة هي ما يدل على محدد، يعني شيء محدد، ما يدل على شيء محدد بواسطة. خلاص، ده تعريف أسماء الإشارة. أسماء الإشارة هي ما يدل على محدد بواسطة. طيب، محدد أو معين. طيب، ما هي هذه الواسطة؟ هذه الواسطة تنقسم إلى قسمين. طيب، نقول إشارة حسية أو إشارة معنوية. إشارة ماذا؟ إشارة حسية أو إشارة معنوية. طيب، متى تكون إشارة حسية ومتى تكون إشارة معنوية؟ إشارة حسية يعني المقصود أن الذي أشير إليه شيء محسوس، شيء محسوس. فنقول مع ذات حاضرة. ذات، نحن نعرف أن هناك ذات وهناك معنى، جيد، هناك ذات وهناك معنى. طيب، إذن الإشارة الحسية تستخدم مع ذات حاضرة، مثل ما أقول هذا أستاذي، وأشير إليه فأقول هذا أستاذي. هذه إشارة حسية مع ذات، يعني شخص حاضر موجود معنا، موجود أمامي وأشير إليه. طيب، إشارة معنوية تكون مع شيئين، ننتبه لهذه التقسيمات، مع معنى، يعني شيء معنوي ليس ذات، إنما هو شيء معنوي، جيد، أو ذات غائبة. طيب، معنى مثل ماذا؟ عندما أقول مثلا، أتكلم مثلا عن النحو، فأقول هذا العلم مفيد، جيد. طيب، هو العلم ده ليه ذات نراه أو نمسكه؟ لا، هو معنى، فلذلك نقول الإشارة هنا معنوية. طيب، ما معنى ذات غائبة؟ يعني عندما أشير إلى ذات شيء أو شخص غائب، يعني المقصود به ليس موجود معنا ولا يمكن أن نراه الآن، لكن هو ذات. مثل ماذا؟ عندما نقول مثلا هذا، عندما أقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه
إشارة معنوية. هذه إشارة ماذا؟ إشارة معنوية لأنها تدل على ذات غائبة. عندما أقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جيد. هو طبعا الخلاف هنا خلاف في اللفظ او في التقسيم، يعني لن نحتاج ربما في اعراب اسماء الاشاره وكذا، لكن نريد ان نقسم الامور حتى تتضح اكثر. فالواسطه هي اشاره. طيب هذه الاشاره قد تكون اشاره حسيه او اشاره معنويه. اشاره حسيه يعني عندما اشير الى شيء واقول هذا باب، هذا باب، هذا استاذي، هذه امراه، جيد، هذا يسمى إشارة حسية محسوسة، يعني المشار إليه شيء محسوس، إما شخص وإما شيء. طيب إشارة معنوية، إشارة معنوية، وهي الإشارة المعنوية تستخدم مع المعنى، يعني الشيء ليس له ذات إنما هو معنى. جيد، مثل هذا العلم مفيد، مثلا كما قال الله عز وجل مثلا في القرآن ذلك فضل الله وذلك إفكهم تلك أمانيهم، جيد، فكل هذه معاني، فالإشارة هنا نسميها إشارة معنوية. طيب إذا أشرت إلى ذات لكن هذه الذات غير موجودة غائبة، مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا شخص مات، جيد، فنقول هذا أحمد كان يفعل كذا وكذا، جيد، هذا علي، هذا والدي كان يفعل كذا، هذه إشارة أيضا إشارة معنوية. جيد، إذا أسماء الإشارة هي ما يدل على محدد بواسطة، يعني يدل على شيء محدد لكن ليس بذاته، ليس بذاتها، ليست الأسماء أسماء الإشارة بذاتها تدل على معين، إنما نحتاج إلى واسطة. طيب هذه الواسطة إما إشارة حسية وإما إشارة معنوية على هذا التفصيل الذي قلناه. جيد، إذا هذا تعريف أسماء الإشارة والواسطة، إما حسية وإما معنوية، أرجو أن يكون الأمر واضح. طيب المعنى إشارة، طيب أنا عندي ذات وعندي معنى. ما معنى ذات؟ يعني شيء أستطيع أن أمسكه في يدي أو أراه بعين، فهذا نسميه ذات. عندما نشير إليه نسميها إشارة حسية. طيب المعنى، معنى يعني شيء معنوي. ما معنى شيء معنوي؟ يعني ليس له ذات موجودة، مثل مسألة الحب، البغض، الكذب، البهتان، العلم، الصداقة، كل هذه كلمات معنوية، يعني ليست ذاتية، ليس لها وجود، لا أستطيع أن أمسكها بيدي، لا أستطيع أن أمسكها بيدي أو أراها بعيني. فعندما نشير إليها فنقول هذا الكذب حرام. طيب هل الإشارة دي حسية أو معنوية؟ لا، ليست حسية، لأن المشار إليه ليس شيئا حسيا إنما شيء معنوي، هذا المقصود بالمعنى، يعني شيء معنوي. طبعا هذا ربنا بإشارة حسية لله سبحانه وتعالى. طيب إذن هذه هذا تعريف أسماء الإشارة وأقسام أسماء وأقسام أو تقسيم الواسطة، إشارة حسية وإشارة معنوية. طيب ألفاظ نسميها ألفاظها، يعني ما هي الألفاظ المستخدمة للإشارة؟ ما هي الألفاظ المستخدمة للإشارة؟ طيب عندي تنقسم هذه الألفاظ إلى قسمين فقط، يعني برضو ده لتنظيم الأفكار، يعني طيب إما أن نشير إلى شخص
أو شيء، وإما أن نشير إلى مكان. إذا عندي إشارة لشخص أو شيء، جيد، سواء شيء معنوي أو شيء حسي، جيد، أو إشارة إلى مكان، جيد. يعني لا أقصد مكان مثلا المسجد، المسجد هذا شيء، لكن أقصد المكان، يعني مثلا ما يدل على المكان، مثل مثلا لا أقصد كدولة لكن أقصد كمكان، جيد، مثلا أمام البيت، جيد، فأقصد هنا المكان وهنا شخص أو شيء. طيب، ما هي الألفاظ التي نشير بها إلى الشخص أو الشيء؟ عندي خمسة ألفاظ أو ستة ألفاظ. طيب، واحد، هذا، جيد. طيب، هذا يستخدم لأي إشارة أو لأي شيء؟ هذا، طبعا كلمة شيء الهمزة على السطر وليست فوق الياء لأنها على وزن فعل، شيء فعل. طيب، هذا أشير بها إلى ماذا؟ المذكر القريب. المذكر القريب، المذكر القريب. طيب، طيب، عاقل أو غير عاقل؟ مفرد مذكر عاقل. عاقل، لا، هي هذا تستخدم للعاقل ولغير العاقل وللمذكر، جيد؟ إذا هنا مذكر، عاقل أو غير عاقل، جيد؟ طيب، أريد مثالا من القرآن الكريم مع اسم الإشارة هذا. هيا نعمل الذاكرة ونستحضر الآيات القرآنية. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا اليوم، رب هذا البيت، نعم أحسنتي. هذا يومكم، إن هذا أخي له، هذا يوم الفصل، هذا بيان للناس، ممتاز، ممتاز. هذا يوم الفصل، جيد، ممتاز. اثنان، هذه، هذه أيضا أشير بها إلى مؤنث، عاقل أو غير عاقل، عاقل أو غير عاقل. طيب، أمثلة مع هذه من القرآن الكريم. كلا إن هذه تذكرة. كلا إن هذه تذكرة، هذه النار التي كنتم توعدون، هذه ناقة الله لكم آية، ممتاز. ادخلوا هذه القرية، ممتاز. ادخلوا هذه القرية. طيب، ثلاثة، نستخدم تي، جيد، تي، وربما طيب، تي أيضا تستخدم للمؤنث، عاقل وغير عاقل، جيد، عاقل أو غير عاقل. طيب، هل وردت تي في القرآن؟ وردت في حديث شريف، أذكر كيف تيكم في حادثة الإفك. نعم، أحسنت، كيف تيكم، أحسنت، بارك الله فيكم، جيد، ممتاز. طيب، وأيضا وردت تي
في القرآن الكريم، لكن يعني ليس بهذا اللفظ، ليس بهذا اللفظ، وهي تلك حدود الله مثلا. فأي تلك هي أصلها تي. طيب كيف وصلت إلى تلك؟ سنعرف الآن، سنعرف يعني تي أصبحت تلك، فتلك هي تي. جيد؟ نعم. تي بمعنى هذه، تي بمعنى أنا قلت تي امرأة. طبعا نحن لا نستخدمها بهذا الشكل كثيرا رغم أنها وردت في لغة العرب. جيد؟ طيب إذا عندي هذا، هذه تي. أربعة، هذان. جيد؟ هذان، هذان طبعا يستخدم للمثنى، طبعا عاقل أو غير عاقل. طيب من القرآن، هذان، هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا، إن هذان لساحران. ممتاز. طيب إن هذان لساحران. طيب الاسم الخامس، هاتان. جيد، وهي تستخدم طبعا هذان مثنى مذكر، وهنا مثنى مؤنث عاقل أو غير عاقل. طيب هاتان من القرآن الكريم، هاتان إحدى بنتي قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، إحدى بنتي هاتين، فتح الله عليك. هاتين، ممتاز. طيب الاسم السادس من أسماء الإشارة، وهو هؤلاء. هؤلاء وهذا للجمع مطلقا، للجمع مطلقا. ما معنى الجمع مطلقا؟ يعني للمذكر وللمؤنث وللعاقل ولغير العاقل. طيب مثال استخدام هؤلاء مع المذكر في القرآن الكريم. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، إن هؤلاء لشرذمة قليلون. ممتاز. طبعا إن هؤلاء لشرذمة قليلون، أولئك طبعا أولئك، لأن كلمة هؤلاء وردت عن العربي بلفظين، هؤلاء وردت عن العربي بلفظين، ما هما اللفظان؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أحسنت. عندي أولى وأولئي. جيد، عندي أولى وعندي أولئي. جيد، فأولى ورد لها هؤلاء. لحظة، أولئك. جيد، وهؤلاء وأولئك وردت هكذا هؤلاء. جيد، إذن أولئك وهؤلاء هو نفس الاسم لكن ورد عن العرب بلغات مختلفة، ورد عن العرب بلغات مختلفة. جيد، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وأيضا جاء استخدامها بالأخص مع المؤنث متى؟ في القرآن ورد استخدامها مع المؤنث. نعم، قال يا قوم هؤلاء بناتي. ممتاز. طيب أولى، كلمة هؤلاء وردت عن العرب بالمد والقصر،
فهذا قصر وهذا مد، يعني لفظ واحد ورد بلغتين عن العرب، لغة القصر ونقول أولى، ولغة المد ونقول أولائي. طيب أولى عندما نضيف إليها الكاف تصبح أولئك، وأولائي عندما نضيف إليها الهاء في البداية تكون هؤلاء، فهما الاثنان اسم واحد وهو هؤلاء، ورد بلفظين عن العرب. جيد، إذا عندي ستة أسماء لأسماء الإشارة، هذا، هذه، تي، هذان، هاتان، هؤلاء. جيد، أرجو أن يكون الأمر واضحا، هي نفس المعنى، أولئك هؤلاء نفس المعنى نفس الاسم، يستخدم للجمع مطلق، مذكر ومؤنث، عاقل وغير عاقل. طيب هذه هي أسماء الإشارة التي تستخدم للإشارة إلى شيء أو شخص، وممكن يكون شيء حسي أو شيء معنوي. جيد، طيب، طيب لا تق... لا يعني لا تسبق الأحداث يا أستاذة هبة الحلبي، لا تسبق الأحداث، يعني نحن عندما ننتهي من أسماء الإشارة إذا تركنا شيء يمكنك أن تعقبي، بارك الله فيك، لكن يعني لا تسبق الأحداث حتى لا تتشتتي، سنتكلم عن هذا الآن إن شاء الله. طيب إذن هذه سنعود إليها مرة أخرى، لأن كل هذه الأسماء عليها كلام آخر، لكن الآن سنتكلم عن أسماء الإشارة التي تستخدم للمكان، التي تستخدم للمكان. طيب عندي ثلاثة أسماء للإشارة، الاسم الأول وهو هنا، والاسم الثاني وهو هناك، والاسم الثالث أو أربعة، لكن أقصد يعني لثلاثة معاني، هنالك وثم، ثم وليس ثم. جيد، ثم، سنتكلم عن كل شيء يا أستاذة شيماء، لا تقلق، لا تسبقنا الأحداث، بارك الله فيكم. طيب إذا عندي هنا، وهذه تشير إلى مكان قريب. جيد، هناك تشير إلى مكان متوسط البعد، يعني لا هو بالقريب ولا هو بالبعيد جدا. تمام، طيب عندي هنالك وثم، هنالك وثم، هذه تستخدم للمكان البعيد، تستخدم للمكان البعيد. فعندما أقول لشخص اجلس هنا، فما معنى هذا الكلام؟ يعني يجلس هنا قريبا مني. طيب عندما أقول لك اجلس هناك، أنا عندي مثلا غرفة وأنا أتكلم عن محيط الغرفة، يوجد هنا كرسي قريب مني، وكرسي آخر، كرسي آخر في منتصف الغرفة، وكرسي في آخر الغرفة، فأقول لك اجلس هنا، معنى هذا أنك تجلس قريبا مني. طيب لو قلت لك اجلس هناك، إذا في منتصف الغرفة، اجلس هنالك أو ثم، إذا المعنى أن تجلس يعني بعيدا. فهذه هي أسماء الإشارة التي تستخدم للإشارة إلى المكان. طيب نستخرج من القرآن الكريم آيات تدل على استخدمت معها هنا للإشارة إلى المكان. طيب هل يوجد في القرآن هنا للإشارة إلى المكان؟ إن هنا قاعدون، هنا قاعدون، إن ها هنا قاعدون، نعم. طيب قال اذهب أنت وربك فقاتلا، إن ها هنا قاعدون. طيب من الذي قال هذه الجملة؟ من الذي قال هذه الجملة؟ بني إسرائيل لسيدنا موسى.
بنو إسرائيل لسيدنا موسى. طيب الخطاب موجه لمن؟ الخطاب موجه لمن؟ موجه لسيدنا موسى. موجه لسيدنا موسى عليه السلام ولرب موسى، لأنهم قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا. جيد. ثم قالوا إنا هاهنا قاعدون. في هذا اللفظ يوجد يعني سوء أدب من بني إسرائيل مع الله سبحانه وتعالى. أين سوء الأدب؟ جيد. سوء الأدب لأنهم استخدموا منبهين، والتنبيه يستخدم مع شخص. يعني سندرس الآن عندما نقول هنا استخدم منبها واحدا، عندما نقول مثلا هذا أصله ذا، واستخدمنا ها للتنبيه، استخدمنا ها للتنبيه. ممتاز. طيب لا، هم استخدموا منبه واحد وهو ها، فقالوا إن ها هنا قائم. حتى يعني هذا مستخدم في العامية عندما أتحدث مع شخص وهو مثلا ينظر في الهاتف أو منشغل، فأقول لهم ها، فهذه تستخدم للتنبيه. فهم استخدموا التنبيه مع موسى وربه سبحانه وتعالى، فهذا كان سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. لا، هاك هي التي بمعنى خذ، اسم فاعل. هاك القلم، يعني خذ القلم هاك. طيب ولا مانع أن تأتي الكلمة بأكثر من معنى، يعني أن ترد الكلمة بأكثر من معنى لا مانع من هذا، كما قلنا في المرة الماضية عندنا مثلا ذو، ومثلا عندنا من، تستخدم إشارة، تستخدم اسم موصول، اسم استفهام، واسم شرط، فلا مانع من أن ترد الكلمة بلفظ واحد لمعاني كثيرة. طيب إذا هنا استخدمت للدلالة على المكان القريب، فقالوا إن ها هنا، أنهم واقفون في هذا المكان، فيقولون لم يقولوا إن هناك، لا، ها هنا في مكاننا، إن ها هنا قاعدون، اذهب أنت ربك فقط. إذا كان هذا سوء أدب منهم. طيب هناك مكان متوسط البعد، طيب من القرآن هناك، هل يوجد لفظ هناك في القرآن الكريم؟ لم ترد. لم ترد في القرآن. طيب أريد أي جملة الآن نحن نتكلم عن هناك، أريد أي جملة تستخدم مع هناك. اجلس هناك، خذ الدرس هناك، نعم ممتاز، انظر هناك. طيب ممتاز. عندما أقول أنا ذاهب هناك، زيد يعني في قريب، يعني قريب ليس بعيدا عنك وليس قريبا منك. طيب ممتاز. هنالك وثم من القرآن. هنالك بتدعى زكريا المؤمنون وزكريا. طيب هنالك، لكن أنا أعتقد إن هي ربه. هنالك تبلو كل بيت. هنالك وأيضا جند وليس مكان من الأحزاب. بارك الله فيكم. طيب هنالك نحن اتفقنا على اتفاق معين، بارك الله فيكم، لا يكون هناك، يعني من أراد أن يجيب فليكتب أفضل، يعني لأنه عندما تتحدثون الشاشة تذهب إلى المتحدث، فأرجو أن نكتب أفضل. جيد. ولكن لو هناك شيء عاجل أو شيء كهذا يمكن التحدث. طيب هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ممتاز. طيب
ثم أينما تولوا فثم وجه الله. نعم هي تستخدم للبعد. نعم. طيب أينما تكونوا فثم وجه الله، أينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله. نعم يعني في أي مكان جيد، سواء قريب أو بعيد في آخر الدنيا فثم وجه الله. جيد طيب مطاع ثم أمين يعني هنالك، هنا في هذا المكان البعيد. طيب ممتاز. إذن هذه أسماء الإشارة للمكان، هذه أسماء الإشارة للمكان. طيب الآن خلاص انتهينا من ألفاظ أسماء الإشارة، انتهينا من ألفاظ أسماء الإشارة. طيب سندخل في موضوع جديد حتى يعني لا يطول الوقت، لأنه بقي تقريبا 20 دقيقة ننتهي فيها إن شاء الله. طيب الموضوع التالي وهو الأستاذة جيهان. طيب عودي إلى التفسير يا أستاذة جيهان في هذا الأمر، وأطلعينا يعني على رأي التفسير في هذا الأمر. هنالك دعا زكريا ربه، هل تدل على مكان أو زمان؟ جيد. ولا مانع من الإشارة إلى الوقت يعني، لا مانع من الإشارة إلى الوقت، لا بأس في هذا، لكن هذا تكليف حضرتك، عودي إلى التفسير وابحثي في هذا المعنى. طيب الموضوع التالي وهو الأحرف التي تلحق أسماء الإشارة، الأحرف التي تلحق أسماء الإشارة. طيب ملحقات أسماء الإشارة، ملحقات أسماء الإشارة ثلاثة. جيد ثلاثة ملحقات. الملحق الأول وهو هاء التنبيه، جيد هاء التنبيه. الملحق الثاني كاف الخطاب، الملحق الثالث لام البعد. جيد لام البعد. طيب هاء التنبيه تدل على التنبيه والقرب، ها هذه تستخدم لتنبيهك أنت وتدل على قربك، تستخدم لتنبيهك، تنبيه من أتحدث إليه وليس المكان أو الشخص المشار إليه. جيد لأنها تنبيه لي المتحدث إليه وتدل على تنبيهه وقربه. جيد طيب ها هذه تلحق ماذا؟ تلحق من أسماء الإشارة، تلحق أسماء الإشارة كلها. جيد تلحق أسماء الإشارة كلها.
لان كما قلنا اصل اسماء الاشاره هي بدون ها، اصل اسماء الاشاره بدون ها. جيد. عندما اقول مثلا كلمه هذا اصلها ها زائد ذا، جيد، ها وذا، جيد. طيب هذه اصلها ها وذه، جيد. طيب اذا اصل اسماء الاشاره هي ذا ذه، جيد، ذاني ثاني اولئك. اذا هذا هو اصل اسماء الاشاره، جيد. يعني لو انا اشرت وقلت ذا باب هذا صحيح. طيب اريد ان استخدم التنبيه فاقول هذا. طيب ممكن استخدم، سناتي على الكاف الان، جيد. اذا ها تنبيه وقرب للسامع، تنبيه وقرب للسامع. كاف الخطاب تدل على البعد، جيد، تدل على بعد السامع. فنقول ذاك، جيد، ذاك. والكاف هي ايضا تستخدم مع اسماء الاشاره ما عدا هذه، يعني لا ياتي هذه مع الكاف، لكن نستخدم تيكا. وطبعا كاف الخطاب، كاف الخطاب حسب المخاطب، فممكن انت، انت، ذاك، ذاك، ذاكم، ذاكما، ذاكن، جيد، تاك، ممكن اقول تيكا، تيكي، تيكما، تيكم، تيكن، جيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف فيكم؟ فعندي ذاك، تيك، ذلك، تالك، جيد. طيب وعندي أولئك، عندي أولئك أو هؤلاء، أولئك أو هؤلاء، فأقول ذاك، تيك، جيد، مع المسلم نقول ذلك، وورد هذا في القرآن، ذلك برهانان. طيب تالك، وكما قلت الكاف هذه حسب المخاطب او حسب السامع، ممكن اقول ذلك، ذلك، ذلكما، ذلكم، ذلكن. طيب وعندي اولئك، وعندي اولئك، اصلا قلنا اولئك اصلها اولئك، فنضيف اليها الكاف فتصبح اولئك. اذا هذا عن اضافه الكاف، كاف الخطاب تدل على البعد. اذا عندي ذاك، ذلك، تيك، ثانك، اولئك، اولئك. طيب لام البعد، لام البعد لام البعد هذه تستخدم مع نقول ذلك، تلك، جيد، ذلك وتلك، ذلك نستخدم معها لم البعد، نستخدم معها ذا اسم إشارة ذا وتي، نقول ذلك وتلك، ذلك وتلك. نعم من اصل ذا. بالنسبه لذلك من نون، من اين جاءت؟ مع المثنى يا استاذه ميرفت. الم نقل هذان، الم نقل هذان هكذا، نحذف الهاء فتصبح هي اصلها ذاني للمثنى، جيد، ذاني رجلان، انا اقول هذان رجلان، ذانك رجلان، جيد.
طيب استاذ ثابت، حضرتك تسال تقول ذو، لماذا هي من الاسماء الخمسه مع انها اشاره؟ لا طبعا هي مش اشاره. هل قلنا انها، هل ذكرنا ذو هنا؟ لم نتكلم عن ذو. انما ذو درسناها في الدرس الماضي، ممكن تكون اسم موصول. جيد. ممكن تكون من الاسماء الخمس. جيد. وممكن تكون من الاسماء الخمسه، لكن ليست من اسماء الاشاره، انما من اسماء الاشاره ذا فقط. ذا فقط. ذو مال. لا 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 لا، ليست اشاره. لا، ذو مال يعني صاحب مال. ذو مال يعني صاحب مال. تلك، نعم، مع لام البعد حذفت الياء يا استاذه شيماء، حتى يكون هناك ثقل في الكلام. يعني جربي كده ان تقولي تلك، لا يعني فيها ثقل. فلذلك نقول يعني من الطبيعي جدا ان اللغه تستغني عما يجعل الكلام صعبا على المستخدم، فحذفت الياء. جيد، حذفت الياء هنا. طيب طيب انتهينا من الملحقات والأحرف التي تلحق أسماء الأشخاص. طيب نتكلم عن مسألة اجتماع الملحقات الثلاث. احنا قلنا عندي ثلاث ملحقات. جيد، عندي ثلاثة ملحقات. ها التنبيه، كاف تدل على كاف الخطاب، والبعد، واللام. طيب هل تجتمع هذه الثلاثة؟ هل تجتمع هذه الثلاثة في كلمة واحدة؟ يعني هذا مكروه. مكروه اجتماعها الثلاثة في لفظ واحد. لماذا؟ زيد؟ لماذا مكروه؟ أولاً زيادة الملحقات في كلمة واحدة، يعني ثلاث ملحقات في كلمة واحدة، هذا يؤدي إلى كثرة الزوائد في الكلمة، وهذا مكروه عموما في اللغة العربية. دي قاعدة عامة، زيادة أو كثرة الزوائد في كلمة واحدة ده مكروه، لأنه إحنا قلنا أصلا اللغة أصلا بتحاول جاهدة إن هي تيسر على المستخدمين. ثانيا قلنا برضو هناك عدم مناسبة بين ها واللام. جيد، هناك عدم مناسبة بين الهاء، ها واللام. هل تجتمع ها مع اللام؟ هل تجتمع ها مع اللام؟ هذا مكروه، لأنه كما قلنا ها هذه لشدة القرب، هذه لشدة البعد، فيوجد مشكلة في الكلام. لماذا لا تجتمع الثلاث ملحقات في كلمة واحدة؟ لسببين. الأول كراهة الزوائد، كراهة كثرة الزوائد. اثنان عدم مناسبة اجتماع هاء ولام البعد. جيد، إذن هذه المشكلة. طيب لا يجتمعان، نعم، في لفظ واحد، لا يجتمعان في اسم إشارة واحد. لماذا؟ لأنه ها تفيد القرب واللام تفيد شدة البعد، فلا يجتمعان في كلمة واحدة. طيب ترتيب الأحرف هذه الملحقات، الها تدل على القرب، الكاف تدل على كيف الخطاب، تدل على بعد متوسط، فتقريبا لا يوجد مشكله بينها وبينها، لكن اللام تفوت تفيد شده البعد. جيد؟ نعم. فيعني يجتمع اثنان، مثلما نقول مثلا تلك، اجتمعت اللام والكاف. جيد؟ مثلا ذلك، اجتمعت اللام ايضا والكاف، فغالبا ما تجتمع اللام والكاف. طيب هاتيك، هذه صحيح. جيد، لانه ها للتنبيه وتي تفيد التانيث،
الإشارة للمؤنث، والكاف تفيد كاف هي كاف الخطاب، فلا مشكلة بينها. طيب ندخل على إعراب الأسماء، أسماء الإشارة. حتى الآن الدنيا واضحة؟ طيب طيب إعراب الأسماء والإشارة، إعراب أسماء الإشارة. إعراب أسماء الإشارة، وبها نختم إن شاء الله. طيب أسماء الإشارة، أسماء الإشارة إما مبنية وإما معربة، إما مبنية وإما معربة. طيب المبني منها ماذا؟ ما هي الأسماء المبنية؟ كل أسماء الإشارة، كل أسماء الإشارة عدا هذان وهاتان، عدا هذان وهاتان. طيب المعربة هذان وهاتان. طيب إذن المبنية نفس إعراب، نفس القاعدة التي درسناها مع الأسماء الموصولة، نفس القاعدة التي درسناها مع الأسماء الموصولة ندرسها هنا أيضا. جيد. فالمبنية هذا، هذه، تي، هؤلاء، أولئك، هنا، هناك، وثم، هنا، هناك، وثم، وأيضا هنالك، فهذه مبنية. طيب المعرب منها هذان وهاتان، هذان وهاتان، فهما تعربان إعراب الملحق أو إعراب المثنى، لأنهما ملحقتان به، فالألف في حالة الرفع والياء في حالة النصب والجر. طيب هيا نأخذ مثال على المبني ومثال على المعرب. طيب أقول هذا كتاب الله، ما إعراب هذا؟ نفس القاعدة التي درسناها مع الأسماء الموصولة نطبقها هنا، هنا مع تغيير فقط أننا نقول، لا نقول اسم الموصول إنما نقول اسم إشارة. طيب من يكتب إعراب هذا؟ لا مباشرة كده مبتدأ يا أستاذ أماني، مباشرة كده على طول؟ لا ده في قاعدة احنا درسناها في المرة الماضية. اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ممتاز. اسم إشارة، اسم إشارة، هذا اسم إشارة مبني على ماذا؟ مبني على السكون. طيب في محل رفع أو نصب أو جار؟ لا في محل رفع لأنه مبتدأ. جيد. إذن اسم إشارة، اسم إشارة مبني على ماذا؟ السكون في محل رفع مبتدأ. طيب لو أنني قلت جاء هذا الرجل، جيد، جاء هذا. طيب احنا ممكن برضو في مسألة ها ممكن نعلم هذا كله مباشرة، نقول اسم إشارة، جيد، او نقول ها هذا حرف تنبيه وذا اسم إشارة، يعني لا بأس في هذا.
من أراد أن يفصل وهذا أفضل نقول ها، هذا ها وحده، لأنه قلنا ها هذا ينقسم إلى أولاً ها حرف تنبيه وذا اسم، فممكن نقول ها هذا حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. جيد، هذا الإعراب جيد وممتاز ورائع، والإعراب هذا أيضا نقول اسم إشارة مباشرة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ لا بأس فيها، لأنه من كثرة استخدام ها مع ذا أصبحت كلها كاسم واحد، لكننا نفصل لنعرف المعاني، لأنه يريد ذاك. طيب ذاك أيضا عندما أقول مثلا ذاك كتاب الله، ذاك كتاب الله هذا صحيح، ذاك كتاب الله هذا صحيح. طيب احنا درسنا يا أستاذة سماح قاعدة إعراب الحرف، حضرتك كنت معنا في تقريبا في المحاضرة الأولى أو الثانية، لا أدري، حضرتك كنت معنا يا أستاذة سماح في المحاضرة الثانية؟ نعم. طيب درسنا فيها قاعدة إعراب الحروف، حضرتك تذكرينا بها. يعني أنا هنا ها حرف تنبيه مبني على السكون. جيد. أنا يعني أنا أعرب الآخر، وهي هذا أقول اسم إشارة مبني على السكون في محل فقط. طيب لا، إحنا عايزين بقى نريد إن إحنا نفصل للعلم يعني للمعرفة، عشان نكون عارفين إن هذا تنقسم من حرف، تتكون من حرف واسم، فها هذا حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وذا اسم إشارة مبني اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طيب لو أنا قلت ذاك، ذاك كتاب الله أو ذلك كتاب الله، إما أن أعرب إعرابا إجماليا جيد، وإما أن أفصل الإعراب. فهنا سأقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، الكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. طيب لو أنا قلت ذلك، إذن أيضا سأفصل الكلمة إلى ثلاثة إعرابات. جيد، فنقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، اللام حرف يدل على البعد أو حرف للبعد مبني على الكسر، نقول ذلك يدل على مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، فإعراب المبني منها سهل. طيب لو أننا قلت رأيت هؤلاء الرجال، رأيت، لا احنا قلنا كاف الخطاب ده حرف ولا اسم يا أستاذة هبة؟ كاف الخطاب قلنا هي حرف أم اسم؟ ما رأيك؟ حرف. أنا أريد أن أسمع من أستاذة هبة أو أقرأ، يعني رأي حضرتك إيه؟ الكاف دي اسم أو حرف؟ حرف، ممتاز. طيب حضرتك كنت معنا في المحاضرة الثانية التي تكلمنا فيها عن الحروف، قلنا أن جميع الحروف ليس لها محل من الإعراب. جيد؟ نعم، يعني أنا أقصد هنا الكاف هنا حرف، لكن تأتي الكاف مثلا قلت كتابك، كتابك جيد، فهنا ضمير يكون في محل جار، لكن هنا ليس ضميرا، هنا حرف يدل على الخطاب. جيد؟ نعم، ممتاز. كتابك، نعم، هنا الكاف ضمير فتكون في محل جر مضاف إليه. لو أنني قلت رأيت هؤلاء الرجال، رأيت هؤلاء الرجال، ما أعرب هؤلاء؟ طيب كده نتكلم بس عن، سنتكلم عن، عرفنا خلاص من المبنية كل الأسماء ما عدا هذان وهاتان، ومعربة هذان وهاتان معربة. طيب سنعود إلى هذان وهاتان الآن. لو أنني قلت رأيت هؤلاء الرجال، ما إعراب هؤلاء؟
ما إعراب هؤلاء؟ اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. ممتاز إن شاء الله، جيد جدا، رائع. طيب ما إعراب الرجال؟ ما إعراب الرجال؟ خد قاعدة كده، خد قاعدة، خد قاعدة كده، في خبر إن شاء الله وفي مضاف إليه، مضاف إليه كل ثاني. لا لا أريد، نعم. طيب سمعنا، أنا سمعت أربعة إعرابات: خبر مفعول به ثاني مضاف إليه وبدل. طيب القاعدة ماذا تقول؟ إذا جاء بعد اسم الإشارة اسم معرف، مرة ثانية، إذا جاء بعد اسم الإشارة اسم معرف يعني بالألف واللام يكون بدلا. جيد أستاذ أماني. يعني حضرتك مبسوطة يا أستاذ أماني إن حضرتك قلت بدل؟ طب كويس والله ما شاء الله. طيب بارك الله فيك. فالقاعدة كده، وأنت مغمض اسم إشارة أنا بعده اسم فيه ألف ولام معرف بالألف ولام فهو بدل مباشرة، فهذا بدل منصوب. فأقول رأيت هؤلاء الرجال. طيب لكن لو أنا قلت هؤلاء رجال، هؤلاء رجال، طيب لو أنا قلت هذا محمد، خبر خبر، إذا هنا لا أقول معرفة، لا يعني معرف بالألف ولا معرف بالألف ولا معرف بالألف ولا غير ذلك يكون له إعراب مختلف. جيد لا معرف بالألف ولا معرف. هؤلاء سوريون، سوريون خبر. هؤلاء الرجال موهوبون، الرجال هنا بدل. وأين المبتدأ؟ أين في هؤلاء هنا في هذه الجملة أو هذه الجملة؟ أيوة في الجملة الثانية. هؤلاء رجال. حضرتك قلت إن لو جت بعد اسم الإشارة نكرة هتبقى خبر. تمام، والمبتدأ هؤلاء. تمام، والمبتدأ هؤلاء. لكن لو أتى بعد الاسم، لكن لو القاعدة، لكن لو في الجملة الأولى، في الجملة الأولى القاعدة اللي أنا عايز أذكرها فقط، لو أتى بعد اسم الإشارة اسم معرف بأل يبقى الاسم ده أنت مغمض بدل على طول. تمام، يعني ده الغالب يعني. تمام، يعني دي قاعدة يعني. تمام، دون ذلك يكون الإعراب مختلف، دون ذلك يكون الإعراب مختلف، وغالبا أيضا يكون خبرا. لكن اسم إشارة أتى بعده اسم معرف بأل فهو بدل مباشرة. طيب تمام، ده بالنسبة للأسماء المبنية. فلو أنني قلت كما قلت هنا رأيت هؤلاء الرجال، جيد، هؤلاء اسم إشارة مبنية على الكسر في محل نصب مفعول به. طيب الرجال بدأ، تمام، منصوب وعلامة نصبه الفتح. جيد، مفعول به، نعم، هؤلاء في محل نصب مفعول به. طيب تمام، نذهب هناك، يعني أقصد الإعراب اللي هو الأسماء المعربة. طيب هيا بنا نذهب. أيضا لو نذكر في المرة الماضية درسنا في الأسماء الموصولة، قلنا أيضا منها ما هو معرف ومنها ما هو مبني، وقلنا اللذان واللتان، جيد، اللذان
ولا تان؟ اللتان واللتان معربتان. طيب هؤلاء في استاذه شيماء تقول ما انا قلت بدل استاذ صفاء. طيب على راسنا يا استاذ صفاء. قالوا هذا الذي رزقنا. طيب فين بقى سؤال حضرتك يا استاذه شيماء؟ ما يعرب الذي؟ قالوا هذا الذي. طيب هو الاستاذه يعني تسال في قوله تعالى قالوا هذا الذي رزقنا. طيب هم قالوا جملة، قالوا ايه جملة، يبقى هنا جملة. لا يا فين البدل يا استاذ شيماء؟ فين البدل؟ أنا قلت اسم معرف بأل، هي الذي ده اسم معرف بأل؟ لا يعني الذي أصلا معرفة بنفسه، اسم موصول معرفة بنفسه أليس؟ لكن الذي هذا يكون اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، الذي اسم موصول مبني على السكون رفع خبر، ورزقنا جملة صلة الموصول لا محل له من الإعراب، وهذا الذي رزقنا نقول نسميها جملة مقول القول لا محل لها من الأول. سندرس هذا. طيب هنخلص بإذن الله إعراب هذان وهاتان. طيب هذا ذكرنا في الأسماء الموصولة إن عندي اللذان واللتان أيضا يعربان إعراب المثنى لأنهما ملحقان بالمثنى. جيد؟ حاضر يا أستاذة أمان. حاضر. نعتذر إليك. طيب فعندي هذا طيب في حالة الرفع بالألف يعني نقول ماذا؟ هذان هاتان. طيب في حالة النصب والجر نقول ماذا؟ هذين وهاتين. طيب امتى يكون حالة رفع وحالة نصب؟ ده لسه احنا ندرسه في الإعراب ان شاء الله. يعني ربما هناك الكثير ممن يعلمون هل هي تكون الكلمة في محل نصب او رفع او جر، ومن لا يعلم ان شاء الله سندرس هذا، يعني هذا لسه سندرسه في الإعراب. تمام؟ طيب ممتاز. إذن هذان وهاتان ليستا مبنيتين، إنما هما كلمتان معربتان. ليه؟ لأنهما ملحقتان بالمثنى. طيب ما معنى ملحق بالمثنى؟ علشان لا نتشعب في درس المثنى سندرس هذان وهاتان، اللذان واللذان، اللذان واللذان. طيب ممتاز. أريد كده جملة أو استخدام هاتين الجملتين من القرآن في حالة الرفع. يعني أتت بهذان أو هاتان. في القرآن الكريم عايز هذان أو هاتان في القرآن الكريم؟ هذان خصمان. هذان خصمان ممتاز. هذان خصمان. طيب ما يعرف هذان؟ ها من سيعرف معي بسرعة؟ هذان اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فعل، صح كده؟ غلط. ما شاء الله، غلط كده على طول. ما شاء الله. هي مش مبنية، هي هذان وهاتان ليست مبنية. طيب أنا أمزح يعني، بارك الله فيك. طيب يعني ما لا نقول اسم إشارة مبني؟ أيوة طبعاً، لا نقول اسم إشارة مبني، هما معربان، فنقول هذا إعراب عادي جدا، تمام؟ هنقول ماذا؟ مبتدأ مباشرة كذا، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الألف. لماذا الألف؟ لأنه
ملحق بالمثنى. ممتاز. او ممكن في البدايه اقول اسم اشاره مبتدا، يعني ممكن اقول اسم اشاره مبتدا وممكن مباشره اقول مبتدا مرفوع. طيب اريد هاتان في القران، طبعا خصمان خبر مرفوع عن رفع الالف لانه مثنى. طيب اريد هاتان في القران، هاتان في القران، لكن هاتان ليس هاتين، لا اريد هاتان. موجوده؟ لم ترد. طيب اريد مثال، اريد مثالا مع هاتان. هاتان البنتان جميلتان، نعم هاتان. والله هو في شيء غريب انا فعلا اتعجب منه، يعني في هذا الاسبوع مش عارف ليه، انا ادرس لمجموعه طالبات اعلاميتي، يعني كذا يوم في الاسبوع، يعني مجموعات حتى مختلفه، فشيء عجيب يعني الاستاذه تقول هاتان البنتان جميلتان، هاتان البنتان جميلتان. المهم ايضا كنت اطلب من الطالبات جمل، فوالله والله قالوا هذه امرأة جميلة، يعني المجموعتين، المجموعة الأولى طب أريد مثالا فتقول هذه امرأة جميلة، والأستاذة لما تقول هاتان البنتان جميلتان، فأنا مش عارف إيه الموضوع، هل النساء يعتزلن بأنفسهن لهذه الدرجة أو ماذا؟ طيب هاتان البنتان جميلتان، ما إعراب الهاتان؟ ما إعراب هاتان؟ شيء كويس، شيء كويس. طيب مبتدأ مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى. طيب أكيد طبعا، نعم 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 أستاذ، بارك الله فيكن. مبتدأ مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى. طيب البنتان، من يعرب البنتان سريعا؟ بدل، تمام بدل، ممتاز. بدل المرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. ماذا؟ بدل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. أحسنتي، كما قلنا من سابقا أنه أتى بعد اسم إشارة اسم معرف بألف فيعرف بدل، وجميلتان هو الخط. جميلتان هو الخط. طيب لو أنني قلت هاتان بنتان جميلتان، خبر مرفوع على رفع الألف خبر جميلتان. نعم نعم وجميلتان نعتنا. تمام ممتاز ما شاء الله، يعني احنا معنا على قراءة. طيب عايز بقى في حالة النصب أو الجر، حالة النصب أو الجر، هذان وهاتان، يعني أريد هذين وهاتين. هيا لننتهي، في هذين في القرآن؟ لا توجد هذين. طيب سلمت على هاتين. طيب يعني قابلت هاتين، ممتاز. نعم في القرآن إني أريد أن أنتحك إحدى ابنتي هاتين. هل وردت هذان أو هذين؟ هاتين. لم ترد. هاتين وردت. أيوة في هاتين في. لا هذين. هذين. لا ما فيش هذين. هاتين في القرآن موجودة. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على تأجرني. طيب ممتاز.
طيب ما إعراب هاتين؟ ما رأيكم في إعراب هاتين هنا؟ طبعا احنا لم ندرس الإعراب لكن نحاول كده ان احنا ايه. بدل مفعول به إني أريد أن أنكحك إحدى بناتي إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. طيب إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، ما إعراب هاتين؟ هي عطف بيان، سندرسه إن شاء الله سندرسه. طيب عطف بيان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، أعتذر عن الإطالة وفي لقاء قادم مع دورة الوداد في النحو العربي ودرس جديد وموضوع جديد. أتمنى الالتزام بالاختبارات وقراءة الملف المكتوب والرجوع إلى الفيديو في بعض الأمور التي قد تكون يعني مبهمة إلى حد ما، أو السؤال في صفحة الفيسبوك أو في المجموعة عن أي سؤال غامض فيما درسنا الذي سيأتي ده خلاص يعني نجعله في حينه، لكن لو سؤال متعلق ب ما ندرسه اليوم أو في المحاضرات السابقة نسأل في الفيسبوك أو في المجموعة. تمام، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.